تحرق لنا كل شيء، تحرق التشين والرمان والكرموس والمشماش، كل شيء تحرق لنا والتشين وكل شيء، والشيما قوم يشربوا وما قال ما يدوش الشهر، ما دوشنا كل شيء، ما لقى ما يدوش. قال سمعت بسم الله غنهدى والمخزن صبرا يا جوهرة.
الصفارة صابرة يا جوهرة صابرة يا جوهرة صابرة يا يا مسؤول هذه خيرنا صل علينا وعلينا يا مسؤول هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. كنادي الإخوان الفلاحة، كنادي الساكنة ديال المدينة، ولادكم خبلوهم، وليداتنا نحرقوهم بالشمس. هذا كيهم الجميع، ماشي هادو غادي ياكلوا وليداتكم ما ياكلوش، ولا وليداتكم ياكلوا هادو ما ياكلوش، راه عيب وعار. الذنب ديال هاد الوليدات هادو اللي راهم معذبين دابا بالشمس والطريق، واشنو ذنبهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي غيعوض لهم. إذا ما شفتوكمش كيما كتقولوا انتم هاد الفلاحة هادو، هاد الصبيان، هاد الملائكة، ياك ما كيديرونا بيديهم ولا برجليهم، نديروها مشاو. وهذوك المستقبل ديالهم شنو غادي نقولوا له؟ شنو غادي نقريوهم؟ باش نوكلوهم؟ باش نشريو لهم كتب؟ راه هذا عيب وعار. إذا كان الإنسان في قلبه الرحمة ولو غيتمشى معانا شوية، ويعتبر هذوك وليداتو غادي يخاف عليهم يقيسهم شي سيارة ولا شي بسكليت ولا شي حاجة، غيتضامن مع هاد الوليدات. ما تضامنوش نتوما مع هاد الفلاح، ولكن تضامنوا مع هاد الوليدات اللي غادي يضيعوا فهاد الساكنة ديال المدينة. راه حشومة يا الإخوان، حنا راه يد وحدة، ولكن ذنوبهم على هاد المسؤولين اللي سقنا فيهم وعطيناهم الصوت ديالنا وزيدناهم قدام باش يدافعوا علينا. ما غاديش حنا غادي نكونوا دابا هنا غادي نجريو بالشمس والعطش ونباتوا بالجوع والعراء والبرد والشمس فينا الحراره ديال اليوم، راه ما يجلسش فيها حتى شي واحد، الطير كيتخبع. وفينكم المسؤولين؟ وليداتكم دابا الان راهم في المخيم في لابيسينات، وليداتنا كيتحرقوا، كيشوفوا الشجره، وغادي تسمعوا غادي تسمعوا الشعارات ديال هاد الوليدات هادو. تبعوا في القناه وغادي تسمعوا الشعارات ديال هاد الوليدات، ماشي ديال هاد الفلاحه الكبار، هاد الوليدات الصغار. الله يجازيكم بخير هاد الفلاحه الساكنه ديال المدينه، ضامنوا. إلا كاين شي حق غادي نديوه، ما كاين شي راه حق الله سبحانه وتعالى غادي يعطيو للجميع كاملين. وشكرا لكم.
لافته اخرى عاد وزل لافته اخرى. هذا الشعر ديال هذا الاشكال النضاليه كيقول لك اما يعتقلونا ولا يعطيونا لنا. ودابا راه من هذا النهار 11 يوم شتونا معنا المسيره الاولين وتحيه اليوزين. بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه كنشكروا الجماهير الشعبيه اللي عاونت هذا الفلاح في هذا الشكل السلمي الحضاري، لان كما كتعرفوا الفلاح الى ما وصل الصوت ديالو بالحناجر وبالعرق ديالو ما كانش اللي يوصل. كما كيعرف الجماهير الشعبيه وقبل وشرحنا باللي الناس صبره يحتضر، صبره يحتضر لان قطعوا عليه الماء، بغاو يهجروه، بغاو يشردوه، بغاو يقضيو عليه. وبالتالي حنا جينا اليوم باش نوصلوا الصوت ديالنا وكنقولوا حذاري ثم حذاري، لان ماشي غير صبره اليوم اللي راه مهدده بالهجره وانما حتى المدينه. باش نشرحوا الجماهير الشعبيه، لان من يهمه الامر واللي باغي يشوش على هذا النضال ديال الفلاح كيقول لك وراه الماء ما كانش، مين غادي يجيبه لكم؟ واش حنا غادي نعطشوا السكينه ونعطيكم انتم السقي والاشجار ديالكم باش تبيعوا ب 100 مليون و 200 مليون وتبنيوا الفيلات وديروا الطوموبيلات. حاشا اننا نكونوا الساكنه، لاننا حنا جزء من هذه الساكنه ما نبغيوش، لان عندنا مجموعه من العائلات راهم كاينين في المدينه. ولكن كما كتعرفوا باللي ديرنا نداءات من قبل باللي جا مسؤول ومعروف وقلنا له دي اشرب حنا في القضيه ديال واد مالك. كما كتعرفوا واد مالك جاي على واد ملويه ميدخل اللي كتدخل 1800 لتر في الثانيه. جاب جمعيه بلا ما نسميو سميتها، الساكنه راها عارفه شكون سميتها. جاب مجموعه من الفلاحه مزيان داروا خدمه وحنا فرحنا كفلاحه استبشرنا خيرا وقلنا بلي ان ديال المنطقه راه غادي تنمى وما غاديش يكون الجفاف الى اخره.
جا وزير الفلاحة، وتعرفوا بأن المشروع ديال وزارة الفلاحة الماكل التمويل ديال وزارة الفلاحة اللي جابته جمعية الساتو ديالها، يعني الأهداف ديالها أهداف فلاحية، جاو وهلوا وصفقوا والفلاحة صفقوا معاهم لأن المساكين النية ما كيفهموش، قالوا باللي أن هذا خير وقالوا لنا بشرى الساكنة بشرى الفلاحة ديال 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 صبرا راه غادي منا فصاعدا ما غاديش يكون المشكل ديال الماء، وداروا عملية حسابية ما يحشموش، قال لك راه كل 35 اليوم غادي الفلاح توصلوا الدورة، يعني يسقي اليوم ويصبر 35 وتعاود تيه الدورة، عطاونا بها دورة وحدة فين مشات، بغينا فتح تحقيق، بغينا ذاك الميل فيه تعاود تجبد فين مشات، واش حنا رزقنا تديو حنا باش نناظروا للدريوش باش يطلع حاشا، ولكن هاد المدينة هادي واش ديالها الديوانة وتجيبوا لنا الزبل وتجيبوا لنا اللي كاين شي حاجة تبرا في هاد التنمية اللي كاينة في المدينة، بالتالي مناشدة للمرة الألف هاد السيد يخرج للجماهير الشعبية ويشرح لها شنو وقع في ديك الصفقة، علاش جات لونيب وداتو؟ لونيب شركة كتبيع لنا الماء، تبيع لنا الماء وبالتالي ما يمكنش غادي تجدي لنا المشروع، كان عليها تفكر لان المسؤول ملي كيتحط في المسؤوليه كيفكر في المدى القريب والمدى البعيد والمتوسط ثم البعيد، انت عارف بلي ان الحقينه ديال السدود حوض منويه راه هشه كما كتعرفوا السد المنوي ديال الجهه الشرقيه اللي هو محمد الخامس كانت السعه ديالو مليار متر مكعب في حين تراجعت رجعت 165، وبالتالي بلي ان الساكنه في خطر، فين كانت هاد لونيب؟ دابا هما كيقول لك غندير عندنا الماء الى حدود شهر 11، اي والله الا يقال كي غيديروا لهاد الساكنه؟ واخا فكرتوا في الساكنه وفكرتوا في المدينه، ايوا العالم كما كتعرفوا بلي الربط الفردي ديال الماء الصالح للشرب في العالم القروي يلا كاين واحد 10% ولا 15%، وبالتالي راه خوتكم في العالم القروي اليوم ما لقاوش يسبنوا، ما لقاوش باش يتوضاو، ما لقاوش باش يرويو الماشيه ديالهم، اقسم بالله العلي العظيم الى حتى الطيور، عندنا مجموعه من الفلاحه وهذه شهاده ديال مجموعه من الفلاحه كانوا في هذه الوقيته كيحيحوا هذاك الطير كياكل اقسم بالله ما بقى هاد العام ما حيحناش، علاش؟ لانه ما لقى ما يشرب، كان ديك القناه اللي كان يعتمد عليها ذاك الفلاح وذاك المواطن القراوي دفنوها في الارض بالدواء، قالوا بلي اودي راه عباد وعربات وسيكسور خمسه كيديو لنا الماء، هي مزيان هاكم دفنتوه في الارض، ايوا كاين شي فائض انتم كتعرفوا بلي في الاول هاد المضخه ديال الواد مالك كانت تضخ 1800 لتر في الثانيه، كانوا يديوها كامله ما كانش الفائض ما شاط حتى شي حاجه كلشي داوه، اليوم كتضخ غير 1200 يعني المنسوب ديالها تراجع ب 600 لتر في الثانيه، راه بمعنى راه واحد على ثلاثه يعني راه الثلث، حتى دابا واش سمعتوا زايد تقطع عليه الماء، سمعتوا الا شي في الدريوش ولا في الناظور تقطع عليه الماء كلشي عنده الماء كلشي مدوش كلشي بخير، في المشتى كتعرفوا شهر حصو واحد وزوج وثلاثه كتكون البروده، يعني الحاجه ديال الماء كتكون قليله بالنسبه للصيف، يعني الصيف كترتفع الحاجه، الواحد الا كان يدوش في النهار مره في النهار في المشتى خصو يدوش خمسه سته المرات، اذا خص الماء الطلب عليه يكون اربعه خمسه عشره المرات، ها هو الصيف وعبي الله عليكم الا كان شي واحد يجي قدامي ويقول لي واش الحيط تقطع عليه الماء، كلشي تدي لونيب، حتى حنا بغينا تحقيق في هذه المساله هذه، هاد لونيب كاين علامات استفهام كبيره، حنا ماشي ضد المواطنين حاشا اللي كيروجوها، مساله اخرى كنسمعوها في القهاوي وكنسمعوها، كيقول لك واش انا غادي نجي ندعم هذا الفلاح اللي كيبيع 100 مليون و 200 مليون، ياه مزيان هذا مستثمر ديال المدينه غادي يبيع ب 100 ويبيع ب 200 ويجيب نظام وديك الدار يخدموا معاه الناس ديال الكهرباء والناس ديال الماء والناس اللي كيبيعوا الماء والبنان، هذا نحاربوه ونقولوا له انت راه كتبيع ب 100 و 200 بصح الا جا شي مستثمر من برا اللي يجي يخدم لي 50 ولا 60 واحد ويدي الاطنان ديال الاموال كنصفقوا له وكنحلوا به وحشومه وعار، مناشده للجمعيه الشعبيه باش تنفحوا هذا الشكل النضالي، لان الفلاح اليوم الا مشى راه ما مشاش بوحدو، مشات الساكنه كامله، وانت حتى شي واحد يقول لي الاقتصاد ديال المدينه على من يعتمد؟ يشوفوا لنا هاد الاقتصاديين ديال المدينه ويحلوا لنا، مناشده للاحزاب السياسيه، سواء كانت في المعارضه، سواء كانت في الاغلبيه، تجيبيها وتنزل بها بالمنخرطين، علاش؟ هادشي كيهمها، ما
مي كتبين قدام راه بين هذا المواطن يجوع وبين هذا المواطن يعطش، شنو غتقول له؟ هو الفلاح اليوم قدم لك هديه من ذهب، كيقول لك اودي حذرت وما حذري، المدينه راها في الخطر، وبالتالي كنجدوا ان هذا الفلاح ما يجي يدير السياسه ما هم يحزنون، ما باغي بناصيب، ما باغي فيلات، ما باغي العيش الكريم، باغي العيش الكريم، وحنا مازال كنمشبتين بالحياه، مازال متشبتين بالحياه، وبالتالي إذا بغيتوا تقتلونا قتلونا، بغيتوا تهجرونا هجرونا. غير منا راه 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 اتونسيون تما اتونسيون، هذاك المسؤول اللي يقول اودي هذا الفلاح غادي نلعب على العامل ديال الوقت وغادي نرهقو وغادي يعيا، راه رفعنا شعار والله ما نرجعوا له، والله ما نرجعوا له، حتى نهار تبغيتوا تقمعونا حنا غادي نطيحوا للارض وتضربونا، والله ما نهربوا، حنا رفعنا شعار الماء او الاعتقال. وحقي بصوت عالي ولمخزن ما على يداني، حقي 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 بصوت عالي ولمخزن ما على أن السجود أهون بأنني أنا نشوف الغلة ديالي كتحرق ونشوف ولادي بالجوع. اليوم هاد الأطفال اللي قدامكم راه أقسم بالله والتاريخ كيشهد عليا باللي طلبوا مجموعة من الإخوان قال لهم حنا نمشيو نساندوكم. هاد الأطفال هادي راه ما كانتش فكرة، الفكرة ديال الأطفال وجاو بغاو يعبروا. إلا أنت اليوم بنتك كما قال الأخ صفتها للمخيمات وصفتها للمسابيح وصفتها هاد الفلاح راه ها هو الولد ديالو ما لقى باش يوكلو وما لقى باش يجربو، وبالتالي نداء للمسؤولين اذا راكو تراهنوا على الوقت راكو غالطين، يجب فتح حوار مع هاد الفلاحه لانقاذ ما يمكن انقاذه. وتحيه نضاليه وكاينه الكلمه ديال الاخ سعيد العايلي وشكرا للجميع. قبل ان اسمح لسعيد العايلي واش نديرو المظاهرة؟ علامة تمو بغيت على شكل ديال اشكال تمو غتطلق غنطلب على حسب الماء عطيه دير الله يجازيكم بخير، عطيونا الماء راه جات تحرقنا التشين والرمان والكرم كل شيء تحرقنا وكل شيء، بس الله يجازيكم بخير عطيونا الماء ودينا باش ندوجو كل شيء تحرق وخصنا الماء الله يجازي بك يعطونا باش نشربو وما عندناش الماء الله يجازيكم بخير عطونا الماء عطونا سايو الصامدة وجرح كبير ما يبرى سايو الصامدة وجرح كبير ما يبرى سايو الصامدة وجرح كبير ما غادي نعاودو له عاودوا معايا وزايو الصامدة جرح كبير ما يبرى وكندير انا الصبر وخوتي في الحقرة زايو الصامدة جرح كبير ما يبرى وكندير انا الصبر وخوتي في الحقرة وزايو الصامدة جرح كبير ما يبرى وكندير انا وخوتي في الحقرة وزايو الصامدة جرح كبير ما يبرى كندير انا الصغر وخوتي في الحقرة وزايو الصامدة جرح كبير ما يبرى كندير انا الصغر وخوتي في الحقرة. كافة الجماهير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد شكون هذه الكلمه قال لك راه شهور ما خدمتش شهور خدمتها 4 ايام كنمشيو نوليو هذا اللي نقولوا ان شاء الله. شباب الكرام كنوجه الاعلاميين يحاولوا يشوفوا الكاميرا لهذا التابوت. هذا النعش الرمزي اللي
ملي كنشوفوا الموت كننا كتشدنا ديك القشعريره كما كنقولوا، ولكن هذا النعش الرمزي بكل صراحه وحنا كنلبسوه الى وعدات الفلاحه قبيله الى تبرشوا بغا يشدهم الدموع، لان حقيقه هذا هو كما كنقولوا بدون تعليق ان صبر اليوم نكفنها، ولكن ننتظر لعل وعسى يقال لنا ما تصليوش عليها الجنازة، لأن إلا صلينا الجنازة غيبقى لنا تفينا، لعل وعسى يكون شي خطأ طبي، يكون شي عرق اللي سكت لها القلب، يجي شي بروفيسور يحييها ويقول لك لا راه غادي يفور رجعوها. هذا هو الميساج اللي كنقولوا للمسؤولين، لأن كما جا هذا المواطن الآن المياوي اللي كيخدم كما كنقولوا حنا في الموقف، قال لك ثلاث شهور ما ضربتش فيها ضربة الشباب الكرام. هذه شهاده حيه، وحنا كنشوفوا الموقف ديال زيو ولا لا طير فيه يطير كما نقولوا ولا وحش يسير في الصبح الى فوت الخلا. انا نجيب لكم واحد الظاهره، واش عمرو كنتو كتشوفوا العيالات ديال زيو يمشيو يخدموا في الفريز ديال اسبانيا؟ راه اكبر فضيحه يا الرجال ديال زيو انكم فرطتوا الصبره ديالكم وخليتو يلعبوا فيها الشمايك نقولها بكل صراحة، وفي التالي بقاو يقبضوا الرجال عيالاتهم للفريز تما ما كيعلق حتى شي واحد، ولكن ملي كاينوا ضد البلاد ولكن ضد البلاد اللي كيستثمر هنا وكان وعدوه بأن غيكون الماء وبدا كيخدم على الأقل بعدا النساء ديالنا كانوا يخدموا كما كنقولوا الخدمة ما قلناش عيب، كانوا يخدموا مع ولاد البلاد هنا نقيين أحسن ما غيمشيو الكفار ويعلم الله شنو يديروا فيهم. لذلك الحباب الكرام هذيك العقليه الخاويه راه هضر عليها السي بن فارس نحيدوها، راه المورد الاقتصادي الوحيد اللي بقى هو صبره. وانا نقول لكم الا تقتلت صبره بقى اننا نصنعوا سفينه نوح بالخشب ديال صبره، وامام امراه واعين الجميع نعودوا القريه ونركبوا جميعا ونفوتوا، لان صراحه قال ما بقاتش شي حاجه في التسايب، ما بقى حتى شي مورد اقتصادي من غير صهر صبره ولا بعض العمله الصعبه اللي كيصيفطوها خوتنا من الجاليه وتجمعيه ونظر للقوانين اللي تبدلت في اوروبا. لذلك الاحباب الكرام كنقولوا للمسؤولين بركه ما تلعبوا بالنار، اراه جميع القطاعات التجاريه راه كتمشي دابا للفارماسي تبرجوا يشكي، اراه جميع القطاعات الاقتصاديه في زايو عمرهم ما شدوا بنكه، ها هي البنكه اللي كانت، ها هي سدت ولا ما تسددش؟ في جميع المدن الان كتسد بنكات في الجهه الشرقيه، بنكات تحتانيه غير في هي تسدت. لذلك الاحباب الكرام تعرفوا شكون اللي راه يتفتح؟ هما الوكالات ديال تحويل الاموال وفقط، باش تعرفوا الكارثه. يعني لو كان ماشي خوتنا في اوروبا اللي حرقوا ولادنا اللي راهم معتقين القضيه، وهذه راه كارثه، شحال غادي يبقى ولاد الخارج يصيفطوا؟ راه تاهما عيا والمرض وكذا. لذلك نقول للمسؤولين ما تنظروش على انه غير مشكل ديال موضوعات المياه، فلاحه وعاو كاين مطالب اخرى، هذا المشكل الاني كنقولوه اني انقذوا ما يمكن انقاذه. المطلب الثاني الا كتقولوا حقا وهذا الماء ما يكفيش وكاين عطش للساكنه، راه قالوا الفلاحه وعبروا على الوعي قالوا احنا ما شفت الساكنه، حنا رانا ساكنين في المدينه ولادنا ولا فامي ديالنا، ماشي مشكل. عوضوهم على الخسائر الاحباب الكرام، تجي لجنا وتدخل للسهول اللي راها باقيه فيها باقي فيها الحياه وتعوض الفلاح الى حقا ما كاينش لنا. هذا المطلب الثاني اللي هو التعويض. المطلب الثالث الاحباب الكرام هو الحصه الشرعيه من واد مالك، فتح تحقيق، لان الفيديو اللي بارطاجيناه وشفناه المسؤول اللي جا المشروع كان يقولها بعظمه لسانه، كان يقول بان الاول هو الفلاح، وطمأن حتى المستثمرين الجاليه المغربيه، قال لك الا وقع العطش نعطيو اللونيب، فدابا اللونيب هو الاصل والفلاح ولا استثناء، وهذه راه كارثه. علاش يكذبوا على الفلاح من نهار الاول يقولوا له ما كاينش الماء؟ ما دير تغلى هذا العام باش هو يتهنى. هذه من جهه. المطلب الرابع الحباب الكرام هو انشاء مشرع استفسار. هذا المشرع اللي كنقولوا وكنأكدوا كعطوا المسؤولين الا كتبت الجمعيه البيئيه اعترضت عليه بسبب نفوخ الطيور وبعض الاسماك اللي كتعيش في مصب نهر منويه على بحر الابيض المتوسط مشيت قويه، هو كنقولوا فيه تعديل
هو انه هذا المشروع الصاف يكون واحد الملتقى ديال الانهار ديال زايو يجمع الوداد اللي هاودين من الجبل وذاك الملك يهود يتجمع في واحد السماء في واحد المشروع في واحد السد. هذاك المدش ثاني كنشوفوا هباء من طوره كيمشي للوادي يمشي للبحر ولا تجمع غادي يغدي الفرشه المائيه وغادي يكون واحد الخزان وافر لا للشرب لا للفلاح وغادي ينعش صبرا من جديد. هذا هو الفلاح المطالب ديالو الاربعه. زائد مع هذا الشيء كنقولوا لانه هذا واحد المطلب لا ما نقولوه ولكن خصو يكون على طول عمل وزاره الفلاحه تعيات الفلاح بالمشاريع اللي كتجي اللي فيها الاقتصاد في الماء للاسف الشديد كيعترضوا عليها بعض السياسيين في بعض المدن وحتى كيوقع الراس في الراس عاد كانوا كيحتشوا. لذلك خص اي مشروع يكون هادف وفيه الربح ديال الماء ويغني الفلاح خص وزاره الفلاحه تحمل المسؤوليه وتوعي لانك تقبض عليها فلوس وكتعمر في 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 كما تقولوا في النفقات ديالها بان راه كتصيفط اوتور كيوعيو الفلاح اللي خلصوا على الديبلاسمويات ديالهم وعلى كل شيء ورغم ذلك الفلاح ما كيدي والو نصيبه من الوعي. هذه بالنسبه للمطالب. الان كتبقى مناشده للجماهير على انه المعتصم راه باقي والفلاح راهم باقي والمكان ديالهم راه عند الطريق الوطنيه لهيه عند التقسيمه ديال زايد الاستثمار الفلاحي كنت عند الرونكو اللي كتدي اللوزي راهم تما راه ازيد من اسبوع واكثر بلا خصهم يناشدوهم الجماهير المناشده للجماهير تمشي تعاصرهم وتعاونهم باش ما قديتو لان راه كاين اللي كيبات تما كاين اللي كيتغدى تما كاين اللي كيتعشى تما ازروهم ماديا معنويا اعلاميا والاعلاميين مشكورين على هذه التغطيه المستمره اللي راهم يديروهم كنشكروهم لان الاعلام هو اللي كيوصل الصوت وكنقول لهم من مكانتنا اننا نحن مازال متضامنون مع الفلاح وغنبقاو مع الفلاح الى ان يدي حقو ومي غادي يدي حقو الفلاح غادي نديو مع حقنا من التنميه لان الى الفلاح دا حقو غتنمى زيو وتحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله.